نحن الآن في زيارة ميدانية لشعيب طريف الذي يقع في الحصاه الشمالية في الجهة الغربية، وسنقوم بإذن الله بإعداد الجزء الأول من هذه الرحلة الميدانية في هذا التقرير. فمرحبا بكم وابقوا معنا لمتابعة هذا العمل وهذا التقرير، لنريكم الواقع ميدانيا بالخريطة وبالتصوير المرئي المباشر وغير ذلك. فابقوا معنا ومرحبا بكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، معكم الأستاذ الدكتور حمد بن جنبان القحطاني. تحدث اليوم عن رحلة استكشافية امتدادا لموسوعة الحصاة الشاملة. هذه الموسوعة التي قد تتجاوز 10 مجلدات بإذن الله، صدر منها الجزء الأول عما يفي الأدب العربي. فالحصاة تحتاج منا أكثر وأكثر. اليوم رحلة استكشافية ميدانية عن هذا الوادي الشعيب، شعيب طريف بالحصاة الشمالية. الشعيب، هذه الرحلة قمت بها مع برفقة كل من حمد بن سالم الغربي وحمود بن سالم الغربي وفهد حمد، حيث قمنا بالانطلاق صباحا يوم 5/6/1443 للهجرة صباحا. انطلقنا من أسفل الشعب، فوجدنا في بداية الشعب قسمين، القسم الأيمن أو الفرع الأيمن ويسمى أبو عليبة طريف، وهذا هو هذه تفرعاته، وهذه تفرعاته اليمين، لهذا اليمين الأيمن، هذا الأيمن، ثم ينطلق منه اثنين، واحد يمين، وطبعا شعيب طويل جدا. ثم القسم الأيسر وهو وادي أو شعيب طريف الأساسي، وجدنا في أسفل هذه المنازل والمسجد القديم، وليس المسجد القديم مرة، لأن هذا المسجد يعتبر المرحلة الثانية بعد الأولى. هذا المسجد الجامع، وهو نقل من هذا المكان قبل تقريبا 40 سنة إلى القرية تحت. فقبل هذا الجامع أيضا جامع آخر راح نتحدث عنه لاحقا، لأن هذا الجامع كان مبني من خرسان وطوب اسمنت قبل عام تقريب وقت ملك تقريب قبل 1400. ثم نجد فوق ذلك السد وهو الرصد يسمى، وفوقه أيضا به السد الآن، يوضع السد الآن، شغال الشركة ما زالت تعمل به. هذه الآن صورة السد، هذا مشروع السد الحكومي ما زال الآن تحت الإنشاء، ويعد من أكبر السدود على مستوى المنطقة. هذه صورة السد من الأعلى، والآن تتجه الصورة إلى أسفل الوادي. الآن هذا أسفل الشعيب، أعمال المشروع قائم. الآن الصورة اتجهت إلى أعلى السد. وجدنا سيارة فوق السد، وهي لأحد الجماعة، وقاموا أصحابنا بتشغيلها طبعا بعد استئذان من أصحابها، ثم قمنا بالذهاب عليها تقريب 4 كيلو أو 5 كيلو حتى وصلنا إلى السد اللي هو السد الأعلى. هؤلاء رفاق الرحلة. ثم انتقلنا فوجدنا بعض الآبار القديمة وبعض النقوش في الجنب الأيمن، في الجنب الأيمن هنا. فهذه النقوش وجدنا 4 مواضع للنقوش الأولى هذه، وهي علامة دلو وعلامات آبار كثيرة جدا في هذا الجانب من فوق هذا المغيال.
مليء طبعا هذا الجانب الأيمن بالنقوش، وهي وفيها الدلالة القديمة عن النقوش. طبعا حنا تحدثنا في موسوعة الحصاه الشاملة عن كتاب خاص بالنقوش، تناولنا أكثر من 100 نقش إلى حد الآن. في وادي طريف وجدنا فيه 4 نقوش، النقش الأول لهذا الكثيرة الأولى، وهذا النقش الثاني، وهو فوق العجمة السوداء، وعبارة عن دلو علامة الماء. أما هذا النقش فهو الثالث، وعبارة عن وسم، وفيه دلالة المكان والموقع وأصحابه على أصحاب الموقع، ووجدناه فوق العجمة أيضا. أما النقش الرابع هو على شكل رسومات وعول، لكنها حديثة العهد ولا توحي على القدم. وموقع هذا النقش فوق السد الأعلى. هذه المقراء أيضا فيها مسجد طين، وليس جامع إنما مسجد طين ومنازل طينية. ثم انتقلنا إلين حتى وجدنا هذا يسمى العجمة، هذا العجمة، العجمة السوداء، وهي التفاف الشعبل الأيسر قليلا ثم اليمين. وهذا عبورنا الآن مع العجمة السوداء بالسيارة، وهي عبارة العجمة السوداء عن سد جوفي، فحينما تمتلئ المخازن العليا يتسرب الماء من فوقها، هي عبارة عن مغيال أيضا. هذا طريقنا وعبورنا معها الآن، طبعا للأسفل، لأن الصورة الآن تدل على عبورنا من الأعلى إلى الأسفل، وهذا أسفلها. حينما تسرب الماء من فوقها إلى أسفل الشعب. ثم هذا مسجد طين أيضا، ومنزل قديم ومزارع قديمة. ثم انتقلنا حتى وجدنا هذا البويب الأيمن الذي دخل، وله فرعة، هذه فرعته، يسمى البويب لأنه صغير من هنا ثم فيه اتساع في الأعلى. ثم انتقلنا لين حتى وجدنا الجامع الطين القديم الذي قبل 80 سنة تقريبا أو أكثر من ذلك، وهذا هو المسجد، وما زال موجود الآن، وأثاره قائمة، ومبنى مكتمل، وبعض البيوت الطين، بعض المزارع، هذه بعض المزارع القديمة. وهنا يسمى السد، هنا السد، وكان يسمى من قديم سالته حتى كبار العمر، هذا قال لأنه كانوا يسدون على الإبل هنا ولا تنزل وقت الخوف قديما، وسمي من أصول السين. وهذه العين تسمى عين جنبان، بعدها بدأت أسفل الفرعة، وهذه الآبار وبداية المزارع، وهذه الآبار القديمة، هذه بئر، نترك الصورة، وهذه بعض الأطلال المزارع، هذه أسفل الفرعة وبداية الشعب من الأعلى. سبحان الله، الشعب من هنا في مضيق، وهذا مجرى الماء الوادي من الأعلى، به طبعا مجمع أودية تجتمع في الفرعة ثم تنزل مع الوادي الشعيب، شعيب طريف، مع هذا المضيق. وهذه بعض القصور القديمة في أسفل الفرعة، بعض النخيل، في بعضها حي منها، وبعضها ميت. هذه الأطلال القديمة، شوف النخل، هذه سلم قديمة جدا، ناس تركت الوادي والشعيب من تقريب 40 سنة أو أكثر. هذه بداية الفرعة وهي من الأعلى. طبعا سبحان الله، الفرعة هنا محل قصر طين، وهذا أيضا غرفة طينية، منزل طيني، شوف أعلاه من الداخل، وأيضا فيه قصر آخر، وبعض الأسوار وبعض الملاحق الطينية في الفرعة، تسمى فرعة طريف، وهي طبعا تقريب 300 متر في 300 قطر هذه الفرعة. أرض عادية والجبال محيطة بها، وتجتمع فيها عدة من الأودية، حتى شعيب السرو من الأعلى ينزل فيها، وأبو المارة،
وابو اثله والاطرق وغيرها، هذه بعض الاسوار الطينيه والحجريه كانت هذه المنازل قديما وفي هذا المقر، وهذه بعض الاشكال. هذا قصر الطين الاخر. طبعا اطريف يقول عنه ابو مدرك مريسيق اللبيني القشيري يقول: فما شربة من ذي طريف شربتها قضى الله فيها أنها لم تدع لب، بأول ما يسقيني الله مشربا على سخط الأعداء مقترحا عذبا. مريزيق القشيري هو الذي يقول في بتران لأونس من بتران: ركنا كأنه من النجب حرجوج عليها جلالها. وبتران ما زال باسمه وهو في أعلى العمق الآن، والعمق على اسمه من قديم. طبعا بني قشير كانوا يسكنون من الأفلاج إلى حلبان، حلبان ما زال باسمه، والأفلاج الفلج والحصى عماية والرين الريب سابقا، وهذه منازلهم بني قشير. وقد ذكر طريف أيضا في كتاب صفة الجزيرة الهمداني طريق حجاج الأفلاج، وقال طريقين، وذكر منها الطريق بين عمايتين، وذكر من موارد عماية طريف. كل ذلك أوردته في كتاب الحصاة في الأدب العربي عماية قديما صفحة 393. نترككم مع الصورة الآن عن الفرعة، وهذه المنازل الطينية. شوف الباب الصورة تتحدث عن هذه المنازل. ما زال قائم هذا المنزل الطيني، سبحان الله. كان الأودية تجي من الجنوب، هذه الفرعة، وهذا أبو أثلة هو ينطلق من الجنوب يتجه للجنوب، وهذا يسمى الأطرق هو شرقا اتجاه شرقا. هذه طبعا بالصورة المرئية، هذا أبو أثلة في أسفله ملازم ماء، وهذا الأطرق هو شرقا اتجاه شرقا، وهذا الآن السرو، هذا الآن السرو اتجاه هذه حمر الشباب تسمى، وهذا أبو المارة، هذا الشعيب أبو المارة، وهذا ما يسمى الثج. وأسفل الوادي الآن أسفل الشعيب، هذا هو ينطلق من هنا أسفل الشعيب، تجمع هذه الأودية في هذا المضيق ثم تتجه إلى الأسفل. هذا طبعا الماء أسفل أبو أثلة، السرو أسفل السرو. شوف السرو يتجه من الشرق إلى الشمال، ينحني اليسار بأسفله قلات ومشارب ماء. يقول القتال الكلابي: ومشربنا قلت بأرض مظلة شريعتها لأينا جاء أول. هذا مناظر السرو من الأسفل إلى الأعلى، هذاك نحر السرو اللي تشوفونه عن بعد تقريب أكثر من كيلو ونص إلى كيلوين. هذا السرو من الأسفل، هذه أشكاره، طبعا هو ضيق جدا. طبعا أيسره حمراء الشباب تسمى للجهة الشمالية، هذه بعض المزارع في أسفل السرو. شوف بقي النخيل، طبعا هي على مياه الأمطار، شوف بقية النخيل ومليء بالسدر، مليان بالسدر. هذا السدر أشكال السدر، هذه أشكال السدر. نترك الصورة تتحدث، مليء حتى ما نستطيع المشي بين
بعض الأماكن حتى نطلع من الجبل يمينا أو يسارا. طبعا مليان بالمغايل الماء، هذه بعض الحشائش فيه. هذا أثر الذيب، وجدناه في إحدى المغايل أو إحدى السباع كما ترون الصورة قبلنا. وهذا سبحان الله من الأشياء اللي وجدناها، المرو وسط حجارة حمراء كما ترون. سبحان الخالق. هذا الآن السرو صورته في الخريطة. هذا الذي مشى يمين اسمه أبو ملازم. هذا أسفله مليان بالمياه، وذكر أكثر من شخص عند مرورهم بهذا المكان وجود كثرة الثعابين فيه والحيات بأنواعها. هذا يسمى أبو ملازم. طبعا من السرو ينزل من جهة السرو الجنوبية، هذا المياه أيضا فيه. يقول قتال كلابي أيضا حمتني منها كل عنقاء عيطل، وكل صفن جم القلات كؤودي. سبحان الله، كما ترون المياه في هذا الشعب الذي ينزل من الجهة الجنوبية إلى السرو. والسرو طبعا هو امتداد لشعيب أطريف، يعني يعد أعلى شعيب أطريف، وهذا ينطلق فيه من الجهة الجنوبية. هذا نحر السرو كما ترون، وهذا أسفل السرو. طبعا أنا في الجهة الجنوبية، كنت في عرض الجبل. وهذا أبو ملازم كما تشاهدون أجزاء منه. وهذا مبيت حظيرة وجدناها في أعلى أبو ملازم. طبعا أبو ملازم ينطلق من يشرع في السرو من الجنوب باتجاه الجنوب أيضا، ثم ينحني اليسار للشرق، وهذه الحظيرة فيه. ثم فيه جزء منه يتجه إلى الجنوب، وبه ملازم مياه كثيرة. ومن هذه الحظيرة موقع مرتفع قليلا في أعلى بين أبو ملازم وبين السرو، يسمى أم الفشق وملي بالفشق. حينما سألت أكثر من شخص عن هذا المكان قال يسمى أبو الفشق، فعلا وجدته مليء بالفشق. هذا النحر نحر السرو. هذا بلوة، هذا بلوة، وهذا حمر الشباب الذي على اليمين. هذا أسفل السرو، ينطلق في الفرعة، ومن الفرعة ينزل في الوادي. ثم أبو لوة في جهته اليسار قبل نحر السرو. هذا النحر، هذا نحر يسمى نحر السرو. بعدها أبو لوة على اليسار، وبه يقول عين مجري. وهذا الحمراء هذه تسمى حمراء الشبب، حمراء الشبب. ثم رجعنا حتى وجدنا الشعيب هذا الأيسر المنطلق على الفرعة، هذه الفرعة طبعا. وهذا الشعيب الأيسر الذي جاي من الشمال يسمى أبو نمارة. هذا الشعيب أبو نمارة مليء بالقلات والمياه والأشجار، وبه مغارة النمور، فلذلك سمي بهذا الاسم. وإلى عهد قريب وهي توجد به هذه السباع، حتى أن هناك قصص سنريدها إن شاء الله لاحقا شوهدت بالعين في هذا المكان. لكن سنورد قصة في عهد مروان ابن الحكم، قبل تقريبا مروان بن الحكم من 64 للهجرة إلى 65 للهجرة تقريبا، حكم سنة ونص أو كذا في هذه الفترة في العهد الأموي. وكان القتال الكلابي قد جنى جناية، قتل رجلا يقال له زيادا،
وقال فيه: نهيت زيادا والمقامة بيننا، وذكرته بالله حولا مجرما، فلما رأيت أنه غير منتهٍ ومولاي لا يزداد إلا تقدما، أملت له كفي بأبيض صار من حسام إذا ما صادف العظم صمما، بكف أمرئ لم تخدم الحي أمه أخي نجدات لم يكن متهضما. ثم خرج هاربا وأصحاب القتيل يطلبونه، فمر بابنة عم له تدعى زينب متنحية عن الماء، فدخل عليها فقالت له: ويحك، ما دهاك؟ قال: ألقي علي ثيابك. فألقت عليه ثيابها وألبسته برقعها وكانت تمس حنة، فأخذ الحنة فلطخ بها يديه وتنحت عنه، ومر الطلب به، فلما أتوا البيت قالوا وهم يظنون إنه زينب: أين الخبيث؟ قالت لهم: أخذها هنا، ليغير الوجه الذي أراد أن يأخذها. فلما عرف أن قد بعدوا أخذ في وجه آخر ولحق بعماية الذي هي الحصاة اليوم، واستتر بها أكثر من 10 سنوات. فيقول في قصته هذه: فمن مبلغ فتيان قومي أنني تسميت لما شبت الحرب زينبا، وأرخيت جلبابي على نبت لحيتي، وأبديت للناس البنان المخضبة. فجلس فيها وقت طويل، كان يجيه أخله بالزاد والطعام، حتى إن الحجاج فيما بعد حاول أن يطلب وأشار أنه ربما يكون بعماية، وقد قال في قصيدة أخرى: جزى الله عنا والجزاء بكفه، عماية خيرا أم كل طريد. فجعل عماية هي أم، وصفها بأنها أم كل طريد وكل مشرد. فما يزدهيها القوم إن نزلوا بها، وإن أرسل السلطان كل بريد. حمتني منها كل عنقاء عيطل، وكل صفن جم القلات كؤودي. وهنا بدأ يصف الماء والذي كان يقع في أسفل الغار حتى يؤكد الغار طبعا، وذكر الغار في قصيدة أخرى، وذكر مروان أيضا في قصيدة أخرى، وبين قصته مع النمر وكيف صادقه وصار له صاحبا في هذا المكان. يقول: وأرسل مروان إلي رسالة، لآتيه أني إذا لمضلل، وما بي عصيان ولا بعد منزل، ولكنني من خوف مروان أرحل، وفي صاحة العنقاء أو في عماية أو الأدمى من رهبة الموت مؤثل، ولصاحب في الغار هدك صاحب أبو الجون إلا أنه لم يعلل. يقول لي صاحب في هذا الغار وهذه القصة يعدل صاحب أبو الجون. أبو الجون طبعا يقال أنه أخيه، وقيل صديقه، كان صديقا له ملازم، فشبه النمر بصحبته ووفائه معه بهذا الصديق أو الأخ. ولي صاحب في الغار هدك صاحب أبو الجون إلا أنه لم يعلل، إذا ما التقينا كان أنس حديثنا صمات، وطرف كالمعابل أطحل، كلانا عدو لو يرى في عدوه مهزا، وكل بالعداوة مجمل، تضمنت الأرو لنا بشوائنا، كلانا له منها نصيب ومأكل، ومشربنا قلت بأرض مظلة، شريعتها لأينا جاء أول،
فأغلبه في صنعة الزاد أنني أميط الأذى عنه وما أن يهلل. هنا يظهر المشرب من جاء منهم يشرب الأول، فينتظر القتال النمر حتى يشرب، وإذا سبق القتال النمر فالنمر ينتظره حتى يشرب. كما أنه يقول أني تفضلت عليه بصنعة الزاد بإعداد الزاد، وهنا ذكرت هذه القصة كاملة في كتاب الحصاف الأدب العربي عن مايا قديما القسم الأول من صفحة 60 إلى 69، نشر في دار شركة تكوين عام 1442، وهو الجزء الأول. طبعا شعيب أبو النمارة هي صب في الفرع من الجهة الشمالية، ويتفرع عدة فروع. فنبدأ بتوضيحها. هذه الطفحة وهي عجمة ماء في منتصف أو ثلث الوادي من الأسفل، فوقها الغار اللي هو غار الكهف الذي كان يسكن فيه أبو النمارة القتال الكلابي، فوقها مجلب أبو النمارة عليه الإشارة واضحة، فأعلى من الجهة الشمالية اسمه أبو النميصة وفيه ماء أيضا. الشعيب الذي ينطلق منه من الغرب قبل أبو النميصة يسمى أبو حلفاء، وقبله أيضا يسمى أبو محاند، راح يظهر لنا الآن، وهذا هو أبو محاند. يعني الشعيبين تنطلق من الجهة الغربية، واحد اسمه أبو محاند والآخر أبو حلفاء. هذا الغار، هذا الغار الذي الكهف كان فوق الطفحاء قليلا الغار، وتحت ماء أيضا. هذا هو الوادي شعيب أبو النمارة بشكل أوضح، من الجهة الشمالية يصب في الفرعة، ومن الفرعة ينتقل مع يعارض شعيب أطريف الكامل. إذا شعيب أطريف من الأعلى ينقسم إلى 4 أقسام أو 5. نرجع الآن إلى نوضح الوادي، طول الوادي. هذا النحر، نحر السرو، هذا امتداد السرو، وهذا امتداد الشعيب كاملا، شعيب أطريف بلينجنا هنا، بعدين يرجع لليمين مع العجمة إلى الأخير، وكان طوله 8 كيلو 650 متر، يعني يقارب تقريبا هذا الشعيب كاملا. طبعا يقسم عماية الشمالية، هو في منتصف عماية، هو أطول شعب في الحصاة الشمالية. شوف الصورة الآن والتفرعات عن بعد، شوف كيف، سبحان الله، نترك الصورة تتحدث. فهذا الشعب في منتصف الجبل، هذا الشعب أصيب أيضا، وهذا الجهة الغربية، الجهة الغربية الجنوبية، الجنوب الآن، ومنه وادي البوق والمطبقة وخيم، هذا خيم، وهذه العيبة والحصاة، مركز الحصاة الأصلي العيبة والحفيرة وبن خلة مزراقة ومحيش وغيرها. هذا الشعب الآن بطوله 8 كيلو 650 متر تقريبا. الفرع الأساسي، الشعيب نفسه الأساسي بغض النظر عن الفروع المتفرعة التي تتجاوزت تقريبا كم كبير من المساحات ومسافات. شكرا. ويعد هذا الجزء الأول من موقع شعيب أطريف، وإن شاء الله نوالي بقية الأجزاء في حلقات قادمة بإذن الله. فمرحبا بكم، ابقوا معنا، سنوافيكم بالتفصيل.